يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة.